كثر ما هو قصير ما لحقت استوعبه. عيدي شوي شوي. رأيت إني ألبس جزمة لونها خضراء، وبنت أختي جالسة تناظرني وأنا ألبس الجزمة، وانتهت الرؤية عزباء وعاطلة. تسكرتيها بوجهي يعني عزباء وعاطلة، خلصة أمورك كلها، كيف حالتك الصحية؟ الحمد لله. زينة؟ كم عمرك؟ 26. شو درستي؟ درست جامعة. أدري جامعة، شو درستي جامعة يعني؟ أي تخصص؟ اللغة العربية. لغة عربية، أكيد ما كان. المهم لغة عربية، عازب آنسة، اسمها آنسة، عازبة هاي حسها قوية، آنسة. طير العريس كلمة عازبة. دارسة لغة عربية ومخلصة آنسة. بحثت عن وظائف أو شيء؟ لا ما تبين أصلا؟ لا اختبر في حياة اختبار المعلمين، اذا عديته اتوظف. أمني فين تسلمين يا رب. اختبار معلمين. أنا المستغرب إن بنت أختك في الحلم، كيف علاقتك فيها؟ الحمد لله عادتها نفس اي علاقة كم عمرها؟ كبيرة، يعني ما ادري، متزوجة عندها عيال. هي اللي عطتك الجذبة ولا لا شافتك لا ما لابستيها عطتني، بس؟ لا لا بس هي جالسة تناظرني. تحبك هي؟ تعزك يعني؟ ما ادري، ما بيننا الا السلام، يعني ما تعمقنا في العلاقة. شوفي هاي أول شيء الله يهديها، هذا حلمت فيكي حلم بشارة والظاهر ما خبرتك إياه، تتوقع حدوث الأيام هاي. إنزين؟ يعني حالنا فيه حتى لو إن ما بينك وبينها أي علاقة، هذه حال ما فيكي حلم بشارة أو إن عندها خبر في الشيء راح يصير عندك، بس ما تبى تتكلم فيه. يعني الله يهديها في الحالتين. يعني المشكلة الناس لما يحلموا حلم متعودين على كلام إخواننا هذول، كل ما كل كلمة يقول لك لا تقول الحلم، لا تقول الحلم، هو يكون حلم خير. يمكن بس هي الناس بالخوف بطلت تقول احلامها. يمكن هي خايفة ها من شيء ما تبي تفسره، شو؟ يمكن هي خايفة ما تبي تقوله يكون شر أو شيء، عشان كذا سكتت. ما هو الناس صارت كل احلامها تفكرها شر، مع انه في احلام تكون خير، انه شيء لازم تسويه او تعمل. المهم هذا الانسان تتوقع لك خبر سار ربما بسبب حلم راته في منامها. يا رب يا اوكي، رب. ومع انه ما في بينك وبينها اي شيء، الاحلام بالضروره يكون بينها وبين الشخص شيء عشان يحلم فيه ويحلم فينا. إيه بس سلام يعني. الحذاء الأخضر إذا ما كان عندك عمرة أو حج في الأيام القادمة وهاي السنة فهو يدل على زوج أو يدل على خطبة. إن شاء الله يا رب، الله يجزاك خير. بس فإذا ما عندك سبب يمنع ذلك صحي أو عقلي أو غيره فهو على الأغلب بميل إلى هذا الأمر، والعلم عند الله. وإن شاء الله تطلع رؤية صادقة، وإذا كلمتيها اسأليها شفتي فيني حلم الأيام اللي فاتت جيت على بالك، وراح تشوفي شو راح يكون كلامها. إن شاء الله يا رب. 99% حتقول لك نعم، والعلم عند الله. إن شاء الله إنه يكون خير. يا رب. لا ان شاء الله بشاره بعد، قلت لك اذا ما عندك عمره او حج السنه هذه هو، وما عندك مرض بعيد الشر عنك فهو خطبه، وان شاء الله تتم، مش خطبه فقط، خطبه وتتم إن شاء الله بزواج. ربنا يكون في الجنة يا رب. امين جميع يا رب. امين، مع السلامه.